من بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة طلبتنا الأعزاء أمهاتي. اليوم راح تكون تكملة للمحاضرة السابقة اللي هو الـ OSI موديل اللي هو العفو TCP/IP موديل. فإحنا بالمحاضرة السابقة تطرقنا إلى ثلاث مواضيع اللي هو CSMA CD بالإضافة إلى ذلك الـ Encapsulation TCP/IP موديل والـ Decapsulation TCP/IP. فاليوم راح نكمل باقي المواضيع الخاصة بالـ TCP/IP موديل اللي هو شنو هنا عندي اللي هو النيتورك داتا باكيت. النيتورك داتا باكيت طبعا من المواضيع المهمة وال تكون يعني لازم كل طالب انه دارس نيتورك يعرفها وواضحة قدامه. فأول شيء اللي هو بالنيتورك داتا باكيت اللي هو طبعا هنا احنا بالنيتورك داتا باكيت اللي هو الداتا باكيت كرييتد اد ذا ابلكيشن لاير از نون اد مسج. طبعا الباكيت هي عباره عن مسج اللي هي نفس المسج اللي راح ترسل من كلاينت الى كلاينت ثاني. اللي هو وين هذه لازم نعرف بانه الباكيت وين تنشا او وين يصير بها الكرييشن ما تكون عن طريق الابلكيشن لاير. احنا بالمحاضرة السابقة عرفنا بانه الهدر تعرفنا على شيء اسمه الهدر وشلون تصير عملية انكابسوليشن والديكابسوليشن. وعرفنا بانه الهدر هو يتكون عن طريق شنو؟ عن طريق اللايرات السبعة اللي موجودة عندي بالنيتورك. يعني كل لاير موجود بالنيتورك اللي هو سواء ابلكيشن لاير او نيتورك انترنت لاير او اي لاير اخر بانه يطفد معلومة معينة خاصة بهذا اللاير وبالتالي راح تصير عملية الانكابسوليشن اللي هي مال تكوين الباكيت. فهنا نفس الحالة تكوين الهدر هنا نفس الحالة اللي هو شنو الديتا باكيت. الديتا باكيت لازم كنا نعرف وين تنشأ الديتا باكيت. الديتا باكيت تنشأ وين بالابليكيشن لاير واللي هي بعض الحين شو نسميها اللي هو المسج. زين الترانسبورت لاير كونتين تو امبورتنت بروتوكولز بانه لازم نعرف بانه بالترانسبورت لاير بانه يتضمن لي شنو هنا بروتوكولين مهمات اللي هن معروفات اللي هن TCP والUDP. The application layer message is again encapsulated at the transport layer. طبعا the application layer message المسج الخاصة خاصة بمن بالابليكيشن لاير. احنا مو قلنا بانه المسج اللي هو بالابليكيشن لاير تبدي هنا عملية تكوين الهدر واللي هي سميناها الانكابسوليشن. ان انا بهاللاير نفس الحاله راح يصير للمسج اللي هو المسج هم راح شو يصير هنا هم راح يصير انكابسوليتد. هم راح يصير انكابسوليتد لان الهدر مين يتكون الهدر راح يظهر في شيء اسمه الهدر. هذا الهدر اللي هو مين يتكون اللي يتكون لي من كومبينيشن مال كل اللاير مال الانفورميشن اوف اول لايرز. بعد ذلك راح يتكون في شيء اسمه هدر. هذا الهدر راح يصير شو يصير له يصير انكابسوليتد ويا من ويا الباكيت. هنا نفس الحاله اللي هو بالابليكيشن لاير مسج المسج الخاصه اللي موجوده وين بالابليكيشن لاير مره ثانيه راح يصير هنا راح يصير له شيء هنا انكابسوليتد. وين عمليه انكابسوليتد تصير؟ عمليه انكابسوليتد تصير عن طريق من عن طريق الترانسبورت لاير. زين if the protocol used at the transport layer is TCP فرضا بانه احنا بعض الاحيان اكو TCP واكو البروتوكول المستخدم اللي هو شنو هنا عندي اللي هو ممكن يكون شنو هو ال UDP. فاذا البروتوكول المستخدم باللاير بالترانسبورت لاير اذا كان البروتوكول المستخدم هو TCP الداتا باكيت از نون از TCP سيجمنت. هنا الداتا باكيت تسمى بانه هي شنو هي TCP segment. زين if the protocol used at the transport layer is UDP اذا البروتوكول المستخدم بالترانسبورت لاير هو UDP هنا الداتا باكيت is known as UDP datagram. فذن تسميتين مهمات اللي هو امتى نسميها UDP data diagram datagram وامتى نسميها اللي هو TCP segment. TCP segment إذا كان شنو هنا البروتوكول المستخدم بالترانسبورت لاير هو TCP وإذا كان البروتوكول المستخدم بالترانسبورت لاير UDP اللي هو شنو هنا راح تكون راح نسميها UDP datagram. فطلابنا بأنه بالترانسبورت لاير أكو عندي بروتوكولين
اللي هن اعتقد مو اسمائها مو غريبات عليكم اللي هو تي سي بي واليو دي بي. طبعا الابلكيشن لاير، بالابلكيشن لاير اكو في شيء اسمه داتا كوميونيكيشن بروتوكولز، ان شاء الله بالمرحله الرابعه راح تحضرون البروتوكولات. اكو في شيء اسمه داتا كوميونيكيشن بروتوكول او بعض الحين يسموه كوميونيكيشن بروتوكول او اسم اخر يسموه الابلكيشن لاير بروتوكولز. اكو قسم من هاي البروتوكولات، هاي البروتوكول شنو هاي المسؤول يكون؟ مسؤول عن من؟ عن المسج اكسشينج اللي هو تبادل الرسائل بين من؟ بين اليوزر واليوزر الثاني او بين كلاينت وكلاينت الثاني. فهاي البروتوكولات تعتمد على من؟ على الاركتكتشر المبنية عليها اللي هو قسم من هاي البروتوكولات شو يستخدم؟ يستخدم الترانسبورت لاير تي سي بي، وقسم معناته شو يستخدم هنا؟ يستخدم شنو هنا؟ يو دي بي. فاذا كان لذلك انا مفصلكم اياها نقطتين بانه اذا البروتوكول يستخدم بالترانسبورت لاير تي سي بي شو يصير، واذا يو دي بي شو يصير. فممكن نستخدم تي سي بي، ممكن نستخدم يو دي بي. تعتمد على من؟ تعتمد على النوع البروتوكول مال الداتا كوميونيكيشن بروتوكول. زين لحد هنا انا هسه عندي الداتا باكيت كرييتد، راح تنشا وين؟ بالانترنت لاير، بالانترنت لاير باي انترنت بروتوكول اللي هو بواسطه من؟ بواسطه الانترنت بروتوكول اللي هو which again encapsulated the transport layer segment datagram اللي هو شنو هنا الداتا باكيت اللي راح تنشا وين؟ بالانترنت. شوفوا حتى بالانترنت لاير هم راح يتكون اللي شنو هنا؟ راح يتكون اللي داتا باكيت. هاي الداتا باكيت هم حصل عليه شنو هنا؟ انكابسوليتد. الانكابسوليتد اللي هو شنو يصير هنا؟ انكابسوليتد اللي هي الترانسبورت لاير اللي هو شو يصير هنا؟ راح ياخذ السيجمنت واللي بالنسبه للسيجمنت وبالنسبه للداتا جرام. وهذا الشيء شو نسميه؟ راح نسميه الاي بي داتا جرام او الباكيت، او نسميه الباكيت. زين الداتا باكيت ار ذا نتورك اكسس لاير. شوف هنا راح شو يصير بهذا اللاير؟ بالنتورك اكسس لاير اللي هو which encapsulate the IP datagram اللي هو راح شو يسوي هنا؟ راح يسوي encapsulate من الـ IP datagram اللي هو من يسوي encapsulate للـ IP datagram. شو نسميها العملية؟ نسميها عملية frame اللي هو generally شو تسمى ethernet frame. طبعا frame اللي هو لازم تعرف شنو هو frame. frame is اللي هو it converted into a bit stream. هاي الفريم راح يتحول ايمن الى بيت ستريم. At the lowest sub layer of the network access layer and then place on the medium. بعد ذلك راح يوضع وين؟ على الميديم. وعرفنا شنو الميديم وشنو يصير بالميديم اللي هو بالموضوع او المحاضرة السابقة اتطرقنا لأكو شيء نسميه الكوليجن. واضح طلاب؟ فطلاب بدنا نحدد هنا أنا قبل ما اكمل. طبعا هاي المعلومات جدا مهمه لكم كطلاب هندسه تقنيات حاسبات تدرس نتورك او فاندمنتال اوف نتورك كمبيوتر نتورك. هنا الباكيت جدا جدا مهم بانه تعرف تفاصيله وشلون تنتقل البيانات من كلاينت الى كلاينت اخر. ليش؟ لان لازم تعرف انت بالنتورك اكو فشي اسمه الباكيت. الباكيت من يتكون لي؟ الباكيت يتكون لي من الهيدر. والهيدر شلون دي يتكون؟ هذا الهيدر ده يصير بعمليه انكابسوليشن. العمليه انكابسوليشن شلون ده تصير اللي هو وتطرقنا احنا بالمحاضره السابقه. بعد ذلك انه عندي المسج اللي هي الاكتوال داتا. هاي الاكتوال داتا شلون تصير انكابسوليتد من للباكيت؟ بكل لاير ايش دي يصير؟ شوف هسه انا ذكرت بالابلكيشن لاير ايش دي يصير، بالترانسبورت لاير ايش دي يصير، وبعدين بالانترنت لاير ايش دي يصير. اكو مصطلحات تطرقنا لها ولازم ذنكم تعرفون، ذنك تجيكم على شكل يعني تساؤلات حول معلومه معينه، ما يجيك بانه شنو هذا او شنو ذاك. واضح طلابنا؟ هذا اللي اريده تعرفوه حول هذا السلايد. إذا أكو أحد عنده سؤال خلي يسألني قبل ما أنتقل إما للسلايد اللي طلابنا نجي إما هسه ما حد عنده سؤال؟ طلاب واضحة؟ زين
اكو بشيء اسمه الكونكشن اورينتد والكونكشن ليس سيرفيس. هذا طبعا هم الموضوعين كلش مهمات وهم لازم تعرفوهن، بانه شنو الكونكشن اورينتد وشنو الكونكشن ليس سيرفيس. هنا اللي هو الكونكشن اورينتد اللي هو ديسكرايب المينز اوف ترانسميتنج داتا، اللي هو يوصف لي بمعنى شلون الترانسميتنج داتا تصير. And with the device at the end point use a preliminary protocol عمودي يسوي لي establish element للend to end connection قبل ما any data يصير، قبل ما تنتقل البيانات. وهذا اكو في شيء طبعا connection oriented protocol، اكو في شيء اسمه نسميه public subscribe protocol اللي هو اكو عندي بعد شيء ثالث اللي هو client server protocol. هذني كلهم من ضمن الفئه الترانسميشن، شلون دي يصير الترانسميشن مال البيانات من كلاينت الى كلاينت اخر. فالكونكشن اورينتد اللي هو شو صف لي، يصف لي المينز اوف ترانسميتنج داتا، لازم تعرف انه اللي هو يوصف لي شو عمليه الترانسميتنج راح تصير. زين، it is required session connection between sender and receiver. طبعا هنا ايش طلب لي؟ طلب لي بانه شنو هنا session اللي هو connection. السيشن طبعا نقصد بها جلسه هنا اللي هو السيشن كونكشن بين السيندر وبين الريسيفر، يعني بين الكلاينت اللي يريد يرسل وبين الكلاينت اللي راح يستلم هاي البيانات. الكونكشن اورينتد بروتوكول سيرفيس از سام تايم كول ريلايبل. احنا هاي بعض الاحيان قد تسمع بنقول اقوال شنو بنقول ريلايبل نتورك سيرفيس، هذا نقصد به شنو هو هنا، نقصد به الكونكشن اورينتد. ليش؟ طبعا موثوق يعني reliable هنا لأن because it's guaranteed that data will arrive in proper sequence. ليش؟ لأن هذا الشيء راح يضمن لي شنو هنا، يضمن لي بأن البيانات راح توصل لي بالوقت المناسب اللي هو TCP is an example of connection oriented protocol. كمثال على connection oriented protocol اللي هو TCP، اللي هو TCP. خاف أسألك بأنه اعطيني فد مثال، اعطيني بروتوكول كمثال عيمن على الكونكشن اورينتد بروتوكول او التي سي. الكونكشن ليس، كونكشن ليس اورينتد لعي شنو هذا؟ اللي هو الداتا از سنت فروم وان اند بوينت تو انذر وذاوت براير ارينجمنت، بانه البيانات راح تنتقل من بوينت الى بوينت اخر بدون يعني اداره اللي هي نسميها براير اللي هو كونكشن ليس بروتوكول. عاده شو يستخدم، شو يوصف لي؟ يوصف لي الستيتليس، يوصف لي الستيتليس بيكوز ذا اند بوينت هاف نو بروتوكول ديفايند. راح يوصف لي الستيتليس ليش؟ لان الاند بوينت هنا ماكو بيها بروتوكول معرف ديفايند واي تو ريمبر وير ذي ار conversation اللي هو الكونفرسيشن مالته راح تكون للمسج. بعد بسبب ان الكونكشن ليس بروتوكول دو نوت كيب تراك اوف الكونفرسيشن، بان الكونكشن ليس هنا البروتوكولات اللي تكون من نوع الكونكشن ليس بانه هي ما بقي تسوي تراك من الكونفرسيشن. It does not require session connection. لازم نعرف بانه هيش نوع من انواع البروتوكولات ما تحتاج session connection بين السيندر والرسيفر. بينما الكونكشن اورينتد تحتاج شنو هنا، تحتاج اللي هو شنو هنا، تحتاج بانه اكو سيشن كونكشن، اللي هو سيشن كونكشن لازم موجود. كمثال اللي هو UDP، اللي هو UDP كمثال علمان على الكونكشن ليس اورينتد بروتوكول. زين، هذا السلايد، هذا اللي هو شنو خاص بمن الخاص لحد هنا، لحد هنا طلابنا الكونكشن اورينتد والكونكشن سيرفيس. اكو احد عنده سؤال عليه؟ حنين خالد جاوبيني، اعطيني مثال عليه من على الكونكشن اورينتد بروتوكول ومثال اخر عليه من على الكونكشن ليس سيرفيس بروتوكول. اعطيني مثال على شكل بروتوكول حنين خالد. حنين خالد بعد مو TSB وال
شلون عيدي؟ تي اس بي تي سي بي هاي هذا مثال على يمن على الكونديشن بروتوكول على الكونكشن اورينتد هذا لو على الكونكشن ليس يستاهل اورينتد اورينتد عافية اعطيني مثال على يمن على الكونكشن ليس سيرفيس بروتوكول كبروتوكول يو دي بي بي عافية عافية يو دي بي شكرا حبيبي زين عندي هنا منو بعد مصطفى غالب او لا مو مصطفى غالب سلام يحيى ما شفتك سلام يحيى وين سلام يحيى سلام يحيى كان استاذ موجود سلام اعطيني منو قل لي يا هو المي يحتاج سيشن كونكشن بين السندر والريسيفر يا هو اللي ما يحتاج السيشن كونكشن اليو دي بي استاذ عافيه عافيه بطل اليو دي بي بانه هنا ما يحتاج سيشن كونكشن فخاف اجي لكم سؤال بانه يا ما يحتاج اليو دي بي جيد زين منو بعد انا ارجع سلايد واحد بعدين نكمل زين نكمل هسه اللي هو البروتوكولز اوف فيرست 3 لايرز The protocol, طبعا بعدنا بالconnection oriented وconnection less. The protocol of first three layers. The protocolات الخاصة بمن الليرات الأولى الثلاثة اللي هو physical data link network layers. Have been used to implement guaranteed data delivery. بأنه ذني يستخدم عم وشين هنا أنا يصير بانه اكو عندي بالديتا ديليفري جارانتي اللي هو شنو هنا أنا يعني تعرفون بعد جارانتي شو معناها فور اكزامبل الاكس بوينت 25 باكيت سويتشينج نتورك بيرفورم اكستنسيف ايرور تشيكينج اند باكيت اكنولجمنت اللي هو ذيس از ليش هاي لان يصير هنا بيكوز ذا سيرفيس وير اوريجينالي امبلمنتد اون بور كواليتي تليفون كونكشن شوف هنا عندي اكو شيء اسمه اللي هو الاكس بوينت 25 باكيت اللي هو سويتشينج نيتوركس اللي هو شنو هنا بيرفورم اكستنسيف ايرور هاي عاده يكون شنو هنا اكو بيها ايرور جدا عاليه اللي هو تشيك ايرور تشيكينج عفوا ايرور تشيك مو ايرور عالي اللي هو اند باكيت اكنولجمنت ليش يصير هذا الشيء لان هنا ايش تستخدم يعني تستخدم بانه بور كواليتي يعني تستخدم كونكشن جدا ضعيف اللي هو التليفون الاتصال مال التليفون طبعا تودي نتورك ار مور ريلايبل تكون النتورك هاي الايام تكون هي اصلا التقدم التكنولوجي بتكون اكثر موثوقيه ليش ات از جنرالي بيليفز ذات ذا اندرلاين نتورك شود دو وات ات داز بيست ويتش از ديليفر داتا بيت از كويكلي از بوسيبل بانه هنا توصل للبيانات بأقرب وقت ممكن. اللي هو therefore connection-oriented services are now اللي هو primarily handled in the transport layer. اللي هو عادة هذا connection service protocol اللي وين اللي تكون صار handled بها وين بال transport layer by end system not the network مو بالnetwork. طبعا هاي يسمح لي شنو هنا يسمح لي بأنه lower layer network to be optimized for speed تكون طيني السرعة أفضل. الياهم اللور لاير طبعا اللانز اللي هو لوكال اريا نتورك اوبريت از ا كونكشن ليس سيستم لازم نعرف انه كنا اللانز بانه شنو هنا تشتغل على اساس شنو هو على اساس اللي هو كونكشن ليس سيستم الكمبيوتر اتاتش تو ذا نتورك كان ستارت ترانسميتنج فريمز از سون از ات اكسس تو ذا نتورك ات داز نوت نيد تو سيت اب ا كونكشن with the destination طبعا بالله النادي ما يحتاج بانه شنو هنا نسوي سيت اب الم للكونكشن ويعمل مع الديستنيشن سيستم however the transport level protocol such as TCP may set up connection oriented session when necessary طبعا TCP ممكن بانه ممكن بانه نسوي له سيت اب بانه يكون شنو هنا connection oriented اللي هو session when necessary زين بعد شنو عندي هنا عندي الانترنت is one big
connectionless packet network. طبعا الانترنت يعتبر شنو هنا أنا؟ يعتبر بانه connectionless packet network in which all packet deliver and handled by IP. بانه كل الباكتات هنا أنا ممكن يصير عليها deliberation وممكن يصير عليها handle باستخدام بواسطة من عفو بواسطة الIP والانترنت بروتوكول. بانه connectionless packet network in which all packet deliver and handled by IP. بانه كل الباكتات هنا ممكن يصير عليها deliberation وممكن يصير عليها handle باستخدام بواسطة من عفو بواسطة الIP والانترنت بروتوكول. طبعا TCP as connection oriented service on top of IP. TCP يضيف ال connection oriented service وين بالتوب مال الانترنت بروتوكول. والتي سي بي اللي هو شو يوفر لي؟ يوفر لي كل الابر ليفل كونكشن اورينتد سيشن ريكوايرمنت اللي تكون مطلوبه على مود شنو هنا، على مود يسوي انشور او على مود يتاكد بانه ذات الداتا از ديليفري بروبرلي، بانه البيانات وصلت يعني بالوقت المناسب او بصوره صحيحه. الوان اللي هو سيرفيس لان الطبقان اللان والوان المفروض تعرفوا شنو اللان شنو وان. اكو واحد بيكم يعرف الوان شنو اللان؟ شنو الوان طلابنا؟ WAN مختصر الى شنو؟ استاذ اللان لوكال نتورك. كملها لوكال اريا نتورك. والوان شنو العاد؟ وايد واسع. يعني شنو؟ يعني وايد واسع. وين تستخدم الوان طلاب؟ حسين يعني وين تستخدم؟ بين المدن يمكن او الدول. الوان هي الانترنت اللي هو وايد اريا نتورك اللي هو مثال عليها شبكة الانترنت. طبعا خدمة الوان اللي هو تستخدم that uses the connection oriented model is a frame relay. طبعا السيرفيس هنا بروفايدر سيرفيس بروفايدر سيت البي في سي اللي هو بيرمنت فيرتشوال سيركتس through a network as required يعني or requested by the customer. يعني إذا طلب ال customer. ال ATM is another networking technology that use connection oriented. طلاب سامعين بال ATM. ال ATM اللي هو طبعا هاي هو اسمه عدنا احنا نسميه الصراف الآلي. هو صح الصراف الآلي بس هي تكنولوجي. ال ATM اللي هي تكنولوجي وين تستخدم؟ تستخدم بالصرافات الآلية. واضح؟ فالـ ATM اللي هو طبعاً تعقلنا بأنه شين هو الـ Automated Teller Machine اللي هي بنفس الوقت بأنه هذه المشين طبعاً يعني نقدر نسميه التكنولوجي اللي هي شين هنا أنا هاي الـ ATM شو يستخدم لي؟ يستخدم اللي هو يستخدم الـ الكونكشن اورينتد فيرتشوال سيركت ابروتش. فيرتشوال سيركت ابروتش زين. هسه عرفنا على الامثله عليه مع كونكشن اورينتد وعرفنا امثله عليه من على الكونكشن ليس. زين اكو عندي موضوع جديد اللي هو شنو هنا أنا؟ اللي هو السيرفيس بريميتيفز. السيرفيس بريميتيفز از formally specified by a set of primitive operation. يعني عمليات غير قابلة للمقاطعة. تكون available to a user or other entities. تكون متوفرة هذه شنو هنا أنا؟ للمستخدم أو لكل entities اللي موجودة to access a service. عمود شنو هنا أنا؟ عمود توصل إما service معينة موجودة بالنتورك. طبعا البريميتيفز ديش بريميتيفز تيل ذا سيرفيس تو بيرفورم سام اكشن اور ريبورتس. هذا البريميتيف بانه شنو هنا أنا يختار هاي السيرفيس بانه على مود ينجز فت اكشن معين او يعطي ريبورت تقرير معين اون ذا اكشن تيكن باي بير انتيتي. طبعا البريميتيف مينز اوبريشنز
اللي هي عمليات هناكم. A surface in a computer network consists of set of primitive. بأن surface بالموجود بالcomputer network هي عبارة عن شنو هنا؟ شو تضمن لي؟ تضمن لي هي مجموعة من primitives اللي هي مجموعة من العمليات. The primitives are to be used by the user to access the surface. طبعا تستخدم شنو هنا؟ عمود يوصل إما تستخدم من يستخدم اليوزر اللي هو عمود شنو هنا؟ عمود يوصل في surface معين. قلنا بأنه هاي surface ممكن يكون في action معين أو reports. زين البريمتيف تاسك اسك ذا سيرفيس بن البريمتيف راح يسال شنو السيرفيس تو دو سام اكشن عمود شنو هنا عم يسوي فد اكشن معين او ممكن يعطي تقرير معين على فد اكشن صار بالنتورك. البريمتيف شنو نسمي ممكن نقدر نقول بانه هو عباره عن سيستم كولز بالاضافه الى ذلك هو شنو هو اللي هو فايرت فور ديفرنت سيرفيس هو عبارة عن شنو هو خدمات مختلفة. زين عندي أنواع السيرفيس بريميتيف. شنو أنواع السيرفيس بريميتيف؟ أول شيء اللي هو الليسن الكونكت الرياكتيف والسنت هاي أنواع السيرفيس بريميتيف اللي هو when a service is ready to accept an incoming connection. هذا الليسن اللي هو في حالة بأنه السيرفيس هو جاهز بأنه شنو هنا أنا جاهز بأنه يقبل شنو فت كونكشن جاية راح شنو ينفذ لي هنا أنا راح ينفذ لي اللي هو listen primitive وهاي listen primitive اللي هو it blocks waiting for an incoming connection. نقدر هاي listen يقول بأنه هي عبارة عن block of waiting أو blocks waiting على مشين هنا على مود الاتصالات الجيدة اللي هو connect. طبعا هنا النوع الثاني من surface primitive اللي هو it connect the server by establishing a connection اللي هو شو يسوي هذا هنا هذا طبعا هنا راح يوصل server اللي هو شلون يوصله أو يسوي connection يعني assist for connection بواسطة من شان بواسطة من established connection بواسطة تأسيس اتصال اللي هو response is waited. الconnect هو عبارة عن response is waited. receive اللي هو receive call block the server. أما عندك send اللي هو النوع الرابع اللي هو شنو هو هذا الclient execute send send primitive عمو شنو هنا عمو يسوي transmit المن transmit it request يسوي transmit للrequest للrequest اللي عنده اللي هو by the execution of reactive عمود شو يسوي هنا عمود يحصل على reply اللي هو اللي بمعنى آخر اللي هي send message. طلاب حد هناك عندكم سؤال؟ طلاب اكو احد عنده سؤال حد هنا طلاب اذا اكو احد عنده سؤال خلي يسأل. طلابنا هذا بالنسبة لمن السيرفيس بريميتيف هاي عندها كونتينيوس سيرفيس بريميتيف اللي هو السنت بين طبعا السنت اللي هو النوع الرابع قلنا حكينا طبعا هنا الديسكونكت ذيس بريميتيف از يوز فور اللي هو تيرمينيتنج ذا كونكشن يا هو يا بريميتيف او يا نوع من انواع البريميتيف اللي يستخدم لتيرمينيت كونكشن لازم تعرف اللي هو الديسكونكت. طبعا after this primitive بعد ما يصير يعني بعد ما يصير execute هذا primitive راح يصير هنا عندي راح يصير عندي هنا
راح اللي هو وان كان نوت سيند اني مسج. واضح طلابنا؟ فهذا نوع من انواع البريميتيف اللي هو شنو هنا ديسكونكت. زين وين كلاينت، وين كلاينت سنت طلابنا، وين ذا كلاينت سنت ديسكونكت باكيت، then the server also send the disconnect packet to acknowledge the client. The client means this اللي هو disconnect. The client means this disconnect packet. The server هم راح شو يسوي هنا؟ هم راح يرسل disconnect packet. عمو يسوي عمو شنو to acknowledge the client. عمو يعطي إشعار إمن للكلاينت. When the server packet is received by the client. البكت الخاصة بالسيرفر من سمع الكلاينت. The process is terminated. العملية راح شنو هنا؟ راح تنتهي. فهذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للبريميتيف واللي هو قلنا بانه بانواع اللي هو disconnect بالاضافة الى ذلك السنت. وعندي شنو هنا؟ وعندي اللي هو النوع الاخر اللي هو listen والconnect والreceive. وطلقنا كل نوع من هاي الأنواع وعرفنا شون يشتغل كل واحد معه. فطلابنا لحد هنا أكو حد عنده سؤال اللي هو بأنواع البريميتيف والسيرفس بريميتيف عفوا. طلابنا حتى طريقة طرح السؤال شون تكون ذكرتكم ياها بالمحاضرة. فيفترض بانه بعد بالامتحان من اجيب لك فد نقطة معينة تكون واضحة عندكم ليش يعني انا حاليا دا شنو هنا دا اوضحهم تفاصيل اكثر. هسه راح اجي اسألكم من بداية المحاضرة واسجل اسماءكم مباشرة نشوف هاي وين طالع لحد يطلع طلاب لا حد يطلع زين. سلام يحيى سيارتك هاني ولا ما سيارتك انت؟ سلام نعم استاذ سيارتني تفضل. سلام يحيى انا اعوفك هسه حاليا اروح غيرك. حنين خالد موجوده؟ حنين موجوده؟ نعم استاذ. عندي صاحب زمان صاحب صاحب زمان وينك صاحب زمان؟ استاذ نعم. يلا غير صاحب زمان عندي سؤال لك. ايش قول. الابليكيشن لاير لحد الان لحد المواضيع المحاضرة السابقة ومحاضرة اليوم شنو يصير بي؟ شغلتين يصير بي حاليا شلون الساد؟ الابليكيشن لير يصير بي شغلتين واللي هنا ذني شغلتين يصير بيهن انكابسوليشن. انكابسوليت المن والمن تقدر تجاوبني؟ وحدة اخذناها هنا موجودة قدامك هسه ووحدة ذيك المحاضرة طرقنا لها. قدامك اللي هو موجودات اكو صفر عملية encapsulation في الابليكيشن لاير. زين سؤال غير عوف. اذا البروتوكول المستخدم بالترانسبورت لاير هو TCP. اذا البروتوكول اللي استخدمناه بالترانسبورت لاير هو TCP وممكن نستخدم يو جي بي. اذا استخدمنا تي سي بي الديتا باكيت شو يسميها هنا؟ ساد داتاجرام.
شلون تي سي بي تي سي بي دا اقول انا تي سي بي تي سي بي سيجمنت اللي هو تي سي بي سيجمنت بالضبط الديتا يو دي بي ديتا ديتاغرام ذيك اذا استخدمنا بالترانسبورت لاير يو دي بي جيد صاحب جيد دعاء محمد فاضل براحتك براحتك صاحب سوي ميوت للمايك دعاء محمد دعاء محمد جابيني دعاء دعاءك وفي شيء اخذناه محاضرة اليوم اللي هو بالديتا باكيت اكو في شيء اسمه الفريم هذا الفريم هاي الفريم تبين قل لي شنو فائدته شو يسوي قل لي يسوي كذا وكذا بس هيك هذا دعاء الفريم يسوي فت كونفرشن هو للديتا بس لمن يسوي كونفرشن زين الباكيت وين تنشأ يعني وين يصير سؤال عفوا هاي السؤال ذاك اذا ما تعرف ما في الفريم الباكيت انشاء من يبدي بيا لاير ويا لاير ويا لاير طن ياهن ثلاثه هن هذا دعاء عيد السؤال وين؟ عيد السؤال الباكيت الديتا باكيت الديتا باكيت الديتا باكيت يعني البيانات مالتنا حقيقية الاكتشوال ديتا راح يتضمن بال يعني تتضمن من بالباكيت صغيرها كارسليشن بيا لير من يعني عميت وين تبدي؟ بالفيزيكا والداتا لينك والنيتورك لير لا 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 شلون ركزي الفيزيكا والداتا لينك اللي هو ذنيتش وين اخذتها بالابليكيشن لير ابليكيشن لير عافيه اللي هي شو نسميها من الداتا باكيت تنشا شو نسميها لها اسم ثاني يصير لها اسم ثاني ها مسج عافيه مسج شكرا دعاء حنين حسين حنين حسين نعم استاذ قلين 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 شنو الكون الفريم شو يسوي بس دقيقة استاذ الفريم الفريم تعرفين شو يسوي عندي عندك وفي شيء اسمه الفريم زين in generally in internet frame ايوه هذا اللي هو شو نسميه مرات بصوره عامه الايثرنت مو انترنت ايثرنت فريم هاي فريم شو تسوي حسب الكلام حشيل قبل شوي شو يسوي هذا زين خلنا نطوي السؤال غيره القدرين تعطيني فد مثال العف الكونكشن اورينتد الكونكشن اورينتد اللي تقولي شنو هاش يسوي او بالكونكشن اورينتد السيشن كونكشن مطلوب لو ما مطلوب حنين اكو عندي كونكشن اورينتد وعندي كونكشن ليس سيرفيس بالنسبه وياي لان اثنين نوعين اكو ذني اكو يصير سيشن كونكشن يعني الجلسه يصير اللي هو من تبدي الجلسه مال الكونكشن فاكو واحد يحتاج كونكشن سيشن كونكشن واكو واحد ما يحتاج يا هو يحتاج يا ما يحتاج يصير بي سيشن كونكشن بين السندر والريسيفر ايه
الكونكشن اداء زين. عوفي اوكي عوفي 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 هذا السؤال. اعطيني مثال على كونكشن اورينتد بروتوكول. اعطيني فد بروتوكول يستخدم كونكشن اورينتد. قولي لي افلام بروتوكول. التي سي بي. عافية التي سي بي. بعد قدرين تعطيني مثال ثاني؟ كونكشن اردنت بروتوكول. لا لا هذا هو هذا هو كوثر. هذا هو حنين. عندي كوثر محمد. كوثر موجود يا كوثر؟ نعم. كوثر قدرين تعطيني مفيد مثال على كونكشن ليس اورينتد؟ اليو دي بي. جيد كوثر زين. بعد اكو فد شيء ثاني يا ليارات. يا ليارات تستخدم على مود يعني تضمن لي الديتا ديليفري. اللان. لا 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 شلون اللان؟ اللان هذا يعني اعطيني اكو ليارات اللي هي بالنتورك لايرز. احنا مو عندنا اكو عندي سبع ليارات اللي فيزيكال والداتا لينك والنتورك لاير. عافية عافية. جيد كوثر جيد. هذا شكرا كوثر. يلا اسراء حمزة وين كنت اسراء؟ صباح الخير استاذ. صباح النور. ايش دحك استاذ؟ اسمي بالمساءي بس هيك يعني دخلت شفت الرابط موجود بالجروب مال الطلاب كيف خلصت الفات. يلا هذا ولا عد راح ما اسالك هسه. لحقت المحاضره ولا لا؟ والله ما لحقت. بعد منو ما صحت اسمه؟ لا مو قاعد اصح اسماءكم دا اسجلكم حضور. اكو واحد ما صحت اسمه هسه قاعد عندي هنا اللي هم 1 2 3 4 5 6 7. سلام. منو سلام؟ سلامي سلام. سلام يحيى. لا صحته بعد ما صحته. صاحب زمان كاتبه كوثر موجود. سلام يحيى. دعاء محمد فاضل موجوده. حنين خالد وحنين حسين. حنين خالد وحنين حسين هم موجود. اسراء حمزه. اسراء ما يعني انا ما سي. يلا اسراء راح اسجل حمزة. اكو حط الله لحد ما عنده سؤال ولا ابدا؟ استاذ بس السؤال مال